منافسة عالمية لا مثيل لها في السباق إلى توفير لقاح ضد كوفيد-19. ما هو عدد اللقاحات؟ في آخر إحاطة لها بتاريخ 2 أكتوبر، حددت منظمة الصحة العالمية 42 لقاحاً مرشحاً دخلت في التجارب السريرية على البشر حول العالم، مقابل 11 في منتصف يونيو حزيران. بلغت 10 من هذه اللقاحات التجريبية المرحلة الأكثر تقدماً، وهي المرحلة الثالثة التي تقاس خلالها فاعلية اللقاح على نطاق واسع على عشرات الآلاف من المتطوعين المنتشرين في عدة قارات، من بينها لقاح شركة موديرنا الأمريكية والتحالف الألماني الأمريكي بايونيتك فايزر والعديد من المختبرات الصينية، ومشروع أوروبي بقيادة جامعة أكسفورد بالتعاون مع إسترازينيكا، ولقاح سبوتنيك في الذي طوره معهد جاماليا الروسي بمشاركة وزارة الدفاع، وأربع لقاحات صينية هي الآن في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بين 9 لقاحات في العالم. وما زالت اللقاحات التجريبية الأخرى في المرحلة الأولى، وهي مرحلة تقييم سلامة المنتج، أو المرحلة الثانية حيث تستكشف فاعليته. بالإضافة إلى التجارب التي بدأت بالفعل، أحصت منظمة الصحة العالمية 151 مشروع لقاح مرشحة في مرحلة التطوير قبل السريري. ما هي التقنيات المستخدمة؟ هناك طرق مختلفة، إما على أساس فئات اللقاحات التي ثبت فاعليتها، أو باستخدام تقنيات أكثر ابتكاراً. تعمل بعض فرق البحث على تطوير أنواع تقليدية من اللقاحات التي تستخدم أو تستخدم فيروساً ميتاً. هذه هي فئة اللقاحات المعطلة، وهناك أيضاً ما يسمى بلقاحات الوحدة الفرعية التي تعتمد على البروتينات التي تحفز على إحداث استجابة مناعية بدون الفيروس نفسه. وتعد اللقاحات الأخرى المعروفة باسم لقاحات الناقل الفيروسي أكثر ابتكاراً، لأنها تستخدم فيروساً آخر يتم تحويله وتكييفه لمحاربة كوفيد-19 أو فيروس كورونا. هذه هي التقنية التي اختارتها جامعة أكسفورد والروس أيضاً، وتعتمد المشاريع المبتكرة الأخرى على لقاحات تحتوي على جزء من الحمض النووي للفيروس، وهي منتجات تجريبية تستخدم قطعاً من المواد الجينية المعدلة. هذه هي الحال بالنسبة للقاحات التي طورتها موديرنا وبايونتك فايزر. لكن ما هي النتائج؟ في الوقت الحالي نشرت النتائج الأولية فقط المتعلقة في المرحلتين الأولى والثانية في مجلات علمية، وآخرها ما نشر في 4 سبتمبر أيلول في مجلة ذا لانست الطبية عن اللقاح الروسي. وتعد هذه النتائج بشكل عام مشجعة، وتظهر أن اللقاحات المعنية تثير استجابة مناعية جيدة، ومع ذلك فمن المبكر جدا استخلاص أي استنتاجات. ولمعرفة النتيجة من الضروري إنهاء المرحلة الثالثة من التجارب، وأن لا نبني التحليل على نتائج وسيطة وكذلك على مسائل التحمل والفاعلية كما يقول الخبراء. وهذا صحيح تماماً إذا هناك الكثير من الأمور المجهولة حول آليات المناعة ضد كوفيد-19 أو كورونا، مع بدء الإبلاغ عن عدد قليل من حالات الإصابة للمرة الثانية بالفيروس. في جميع أنحاء العالم سرعت الإجراءات بطرق غير مسبوقة، وتدور معركة عن بعد بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أيضا. ففي أوائل أغسطس أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده طورت أول لقاح ضد كوفيد-19 حتى قبل نشر النتائج الأولية وبدء المرحلة الثالثة. لكن متى سنحصل على اللقاح؟ تقول الوكالة الأوروبية للأدوية أنه من غير المعروف ما إذا كانت ستتم الموافقة على لقاحات مضادة لكوفيد-19 والمدة التي سوف يستغرقها ذلك، لأنه من الصعب التنبؤ بجدول زمني. لكن بعض الشركات الأدوية التي لديها مصلحة اقتصادية في قول ذلك تؤكد أن الأمر ممكن قبل نهاية عام 2020، أي هذا العام. في بداية سبتمبر أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنها لا تتوقع حملة تلقيح عامة ضد كوفيد-19 قبل منتصف عام 2021.
لكن هل هناك لقاح ضد الريبة؟ حتى لو أعطت الأبحاث نتيجة بعد مدة قصيرة أو حتى طويلة، فسيظل السؤال المطروح هو هل سيقبل الناس بأخذ اللقاح في ظل ازدياد عدم الثقة؟ فقد أفادت دراسة علمية أن جزءاً لا يستهان به من سكان بعض البلدان يؤمن بنظريات المؤامرة تجاه كوفيد-19، وهذا يزيد عدم الثقة إزاء مسألة اللقاحات. فعلى سبيل المثال يؤمن 22% من المكسيكيين الذين شملتهم الدراسة بالادعاء الكاذب بأن الوباء جزء من خطة لفرض التطعيم على المستوى العالمي، وهذه النظريات الخاطئة منتشرة بكثرة على شبكات التواصل الاجتماعي.